السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. فيديو جديد ونهار جديد، ومرحبا بكم معايا زبينات ديالي. دائما الله يحفظكم ليا. وبغيت نبدا معكم الفيديو ان شاء الله اليوم بالحداقه اختي وبالطاقه الايجابيه باش نحمسكم، واللي عندها شي بغيصه خاصها شويه تنفض خصنا ندورو بها. يلا اختي توكلي على الله ونوضيها، انت كتفرجي فيا وفي نفس الوقت خدامه معايا. يلا انا وياك اختي. فما نخليش ان شاء الله هذا الفيديو يفوتني بلا ما نشكر كل وحده فيكم بالاسم ديالها، وكل وحده فيكم كتشوفني كنقول لك الله يسهل عليك اختي بداك الشيء اللي كتمناي. الله يفرحكم كيف ما كتفرحوني بالتعاليق ديالكم الزوينه. شكرا لكم على لي لايك ديالكم، شكرا على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات الاخيره. ففعلا هذا الشيء كيفرحني بزاف، كيخليني دائما اني نفكر نعطيكم حويجات اللي تستافدوا منها وهكا باش يعجبوكم الفيديوهات ديالي. فشكرا لكم بزاف بزاف ومن القلب. فبديت معكم اختي هكا بالروتين ديال الجميع اليوم اختي، هذا الروتين راه ديال نهار الجمعه ان شاء الله، يا ربي تسخر لي فيه باش نكملوا ونقادوا في المونتاج ونحطوا معكم اليوم باش ما نغبرش عليكم بزاف. فبزاف منكم كيقولوا لي سعاد ما تغبريش علينا، كانت وحشوك. والله البنات راه كنحاول، ما سهلش اني كنخدم على جوج قنوات. هاد القناه كنحط لكم فيها نهار اه ونهار لا، والنهار اللي ما كنحطش ليكم هنا راه كنحط هكا وصفه في القناه ديالي الثانيه اللي كيجيوني عليها حتى هي تساؤلات. هذيك القناه راني دايرها خاصه بتعليم الطبخ والحلويات اللي الاسم ديالها ابداعات سعاد ام كامل. انا غادي نبقى نتفكر باش نحطها لكم في صندوق الوصف حيت بزاف كيبقاو يسولوني عليها. ومرحبا بكم وشكرا بزاف انكم كتثقوا فيا، كتثقوا في وصفاتي، ففعلا شرف كبير ليا والله العظيم البنات. صافي هنايا كنت جمعت الصالون، دوزت اختي هكا شويه سبيراتور من الغبره، دزت حتى للسيجور. المهم نهار الجمعه سبحان الله العظيم ما عرفتش علاش نهار الجمعه كيعجبني هكا نفض شويه هذا الصالون ونقاد ونعطر، فكتكون عنده واحد الاجواء اللي هي خاصه هذا اليوم هذا. والحمد لله بخصوص انا البنات مع كنطلع على الجامع كتسمعي هكا يعني صلاه الجمعه كيكون واحد الاجواء اللي هي زوينه بزاف، واللهم لك الحمد عليها. فالحمد لله على كل حال. صافي غادي نقاد هكا السيجور، واليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم الدجاج بالطغميره. غادي نطيب واحد الدجيجه بالطغميره اللي ان شاء الله ماشي ليا، ماشي لينا الغدا. انا دايره الكسكسو، انا ضروري نهار الجمعه كنبغيو اختي الكسكسو، ولكن ان شاء الله هاد الدجاج بالطغميره البنات فعرفتوا غادي تضحكوا معايا في هذا الفيديو. فتصوروا البارح تواصلت معايا فاطمه زهراء صاحبتي هكا بحال ديما كنهضروا مع بعضياتنا في الواتساب، شويه هي تقول لي عرفتي يا سعاد صيفطات لي واحد الاوديو والله ما كرهت نسمعوا لكم، كتقول لي تشهيت الدجاج بالطغميره وديالك وتكون فيه الكبده كثيره. تصوروا لدرجه انها نواتني وليت كنقول عندك فاطمه زهراء تكون كتوحم، حيت مؤخرا عرفتوا مره ديك المره قالت لنا تشهيت الطاكوس، راه بيناتها في الفيديو مشات اختي خدات الطاكوس. الفيديو ديال البارح عاوتاني تفرج فيه تشهات هذا السيجار بالبطاطا والفرماج. انا بدات كتهضر معايا في الليل كتقول لي بغيت الدجاج بالطغميره ديالك، فوليت كنقول عندك تكون سيده كتوحم ولا هذا وبغات الدجاج بالطغميره. وان شاء الله راه جبت الدجاج البارح في الليل، جبت لي واحد الدجيجه وغسلتها. و شوفوا البنات بغيت نهضر حتى في واحد الموضوع اللي فعلا ضرني كما ضركم كاملين، فهو ارتفاع ديال الاسعار ديال الحمد لله ديال كل شيء غلا. فين ما حطيتي يدك لا اله الا الله، الله يعمر ربي يكون معانا وبيكون مع الدرويش اللي المسكين الدخل ديالو محدود، فكاين اللي كينوض على الله وكيتوكل على الله وكيخرج مسكين في يد الله، يا يخدم يا يرجع لدويرته ما خدمش. فيعني راه كاين بزاف ديال الناس، فاحنا كما كان الحمد لله كاين واحد المدخول اللي كيدخل علينا شهري اللهم لك الحمد عليه، ومع ذلك ضرينا من هذا ارتفاع الاسعار. علاش جبت هذا الموضوع؟ فتصوروا البنات ان باش تشري دجاجه ولات واصله ل 50 درهم، بلاطو ديال البيض 45 درهم اللي كان غير ب 30 درهم، فين ما حطينا يدينا. وتصوروا حتى والله العظيم تسالت ليا هذه لا فيزيت ديال الطوموبيل
دينا هنديروا لها لا فيزيت، لقينا حتى لا فيزيت زايدين فيها 50 درهم. يعني راه صعيب صعيب الحال، ولا صعيب. بعض المرات كنولي نفكروا نحيدوا الطوموبيل، مع انها يعني نافعانا، راه ما سهلاش هكا العائله، خصوصا ملي كتفوت العائله 3 ديال الاشخاص، مازال 3 راه تاخدي تاكسي صغير وتمشي. اما ملي كتوليو 4 كتولي الا بغيتي غير تسخري، مثلا بغي نمشي غير المرجان، كنوليو في جوج تاكسيات، يعني كيمشي الزوج ديالي واحد في وليداتي في تاكسي، وكنولي عاوتاني انا وواحد في وليداتي الاخرين في تاكسي، كيوليو علينا جوج تاكسيات. فكتقولي الطوموبيل كتنفع، ولكن باش المازوت مزيود، دابا حتى الوراق ولاو كيزيدوا فيهم، ففعلا شي حاجه اللي هي صعيبه باش تخرجي تقضي. راه عرفتوا البنات ولات خصك 100 درهم ولا 150 درهم في النهار، ويا ربي انها تكفاك. ففعلا شي حاجه اللي قاصحه بزاف، الله يدير لنا شي تاويل ديال الخير يا ربي، والله يوقف مع الجميع، خصوصا والله ما نكذب عليكم، الناس اللي كنفكر فيهم بزاف هما دوك الناس اللي كيخرجوا للموقف نهارهم على الله، فإلا ما جابش باش غادي يكون؟ الله يدير تاويل الخير، والله يوقف مع الله يوقف مع الجميع. فعلا هذا الموضوع ضرني بزاف وقلت نهضر فيه، وصافي زوينات ديالي. فالمهم مشيت معاكم في الهضره، هنايا كنت جمعت سيجور حتى هو نفضت شويه، مسحت هكا الطويبله ديالي من الغبره، طويله العجيبه دابا ولات هذه اختي جهه فيها الجاج وجهه بلا جاج. المهم ان شاء الله دابا نديها باش نصوبها، وهذا الشيء اللي كاين الزوينات ديالي. فحاولت هكا نقي دويرتي نقادها، بحال اللي قلت لكم كيعجبني نهار الجمعه تكون الصاله ديالي مقاده، دويرتي مقاده ومعطره، والحمد لله اللهم لك الحمد. ففعلا راه كيقول لك النظافه من الايمان، والله يقدرنا والله يعطينا صحيحتنا باش هكا نبقاو دائما نقادوا البيوت ديالنا. راه ما ساهلش البنات، اي بيت فيه اطفال راه صعيب باش تخليه ديما مجموع، ولكن الحمد لله. دزت هنايا مسحت حتى هاد الطابلويات هادو، ضروري مره مره كندوز عليهم حيت كتشد ليا فيهم حتى هما الغبره بزاف. وها انا اختي كملت الروتين ديالي، فها نتوما اختي الحمد لله. الله يا اختي مصاب لو كان قيبقى واحد المثل ما عرفت كي كيقولوا ليه، هو المهم قبلوا عليه كيف ما هو. والسيجور ديالي كذلك نقيته بطبيعه الحال، رجمت حتى بيت الكلاص، دابا غنضربها بواحد الجفيفه وندخل معاكم اختي الكوزينه باش نحضروا ان شاء الله الدجاج بالتغميره لفاطمه زهرة صاحبتي، وغنصب انا غديوتي اللي هي الكسكسو بطبيعه الحال. وقبل ما ننساش اختي نعطر ضروري من التعطير، فالمهم انا كنعطر غير بهاد، كل مره الصراحه كندير معطر، مره كندير هذا مره كندير واحد اخر كنت خديته في الباك ديال مسك الطهاره، حتى هو الريحه ديالو زوينه. ها نتوما انا كنحاول نوري لكم اللي مهتمه، هذا راه كناخذو من كارفور ما عقلتوش 30 ولا 35 درهم الا ما كانوا حتى هو زادوا فيه. وهنا دزت كنت وجدت شرموله غادي نشاركها معكم بالزربه. هنا الدجاج ديالي راه غسلته بالليل وبيته مرقد في الحامض والملحه وسكينجبير. هنا خديت شويه القزبر ومعدنوس طحنتهم مع الثومه والحامض مصير، درت واحد الربع حيت انا عندي داك الحامض مصير مجهد، كندير غير ربع حامضه حيت عندي غير دجاجه وحده. زدت عليهم الماء اللي كنت مرقده فيه شويه ديال الزعفران شعره. بالنسبه للعطريه درت معلقه صغيره ديال سكينجبير عامره، معلقه صغيره ديال القزبر حبوب، انا كندير في الدجاج القزبر حبوب، درت معلقه صغيره عامره ديال الخرقوم البلدي، ومعلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج راه كتباع موجوده، شويه ديال الابزار، وحكيت شويه ديال سكينجبير طري، وشويه ديال الهريسه حيت انا عارفه فاطمه زهرة صاحبتي عزيزه على الهريسه، فالمهم درت شويه ديال الهريسه. هذه هي الشرموله ان شاء الله باش غادي نشرمل الدجاجه ديالي. وبحال اللي قلت لكم الدجاج راه عندي مغسول واجد. صافي البنات غادي ندوز هكا باش نخلط هكا الشرموله ديالي، وباش نشرمل معكم ان شاء الله الدجاجه ونعطيكم الطريقه ديالي بالتفصيل، وكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. فالحمد لله المهم بشهاده ديال الناس اللي كياكلوا عندي الدجاج مني كنطيبو، فكل شيء كيقول لي انه كيجي زوين، وشاركت معكم طريقتي البسيطه. خلطت هكا الشرموله وغادي ندوز اختي باش نشرملو ان شاء الله الدجاجه ديالنا. فانا يعني علاش ما غنبيتهاش في الشرموله، حيت الطيجه بيتها مرقده في الحامض، كندير حامضه هكا في مولينكس، كندير معاها الماء وسكينجبير والملح، وكنبيتها مني حتى كنقيها من الريش ومن كل شيء، وكنبيتها في ديك الخلطه. بغيتو تبيتوها في الشرموله راه تقدروا انكم تغسلوها وتبيتوها في الشرموله. صافي غادي نشرمل هكا الدجاج ديالي مزيان، ضروري كندخل ليه الشرموله كامل. غادي نجيب بعدا واحد الموس باش كنتقبلو الصدر ديالو،
فضروري البنات هكا تقبوا الصدر باش حتى هو كتدخل فيه هكا العطريه وكيجي شارب وكيجي حتى هو زوين، حيت الصدر هو البلاصه اللي في الدجاج اللي ما كتشربش لنا الشرموله هكا الا ما تقبناش. فالمهم انا راه كنحاول نشرح مزيان خصوصا البنات هكا المبتدئات باش تستافدوا معايا، ورا كلكم تبارك الله عليكم حادقات ما شاء الله عليكم متولات كتبقى كافكار وكنحفزكم وهذا الشيء اللي كاين. صافي غادي نشرمل الدجاج ديالي مزيان، كندخل هكا ما بين الجلده واللحم باش كتجيني شاربه، غندخلها هكا الشرموله حتى لداخل. صافي وضروري كنقبط لها هكا الرجيلات ديالها، انا راه كنحزمهم البنات، المهم حزموهم هكا بشي خويات ولا هذا باش كتبقى الدجاجه ديالكم مجموعه مني كطيب. وغادي نخلي الدجاج ديالي هكا شويه على جنب باش يشرب لي الشرموله، بيد ما غادي نمشي ان شاء الله نصب بعدا انا الكسكسو ديالي. ما غنشاركش معكم طريقه الكسكسو ديجا كنت مشاركها معاكم، غادي نخليها بعدا هكا تشرب شويه العطريه ونكملوا ان شاء الله بيد ما نصب الغديوه ديالنا حنايا. هنايا كنت نصبت البنات كسكسو ديالنا ان شاء الله اللي درت انا الغدا، وخديت طنجره فاش غادي نطيب، انا راه ما غاديش نسدو عليه يعني واخا دايره في الكوكوط. خديت واحد جوج حبات ديال البصله كبارين شلطتهم في الهاشوار، وضعت عليهم هكا الدجاجه وكنزيد عليهم هاد الشرموله اللي كتبقى ليا هنايا، ما كنزيدش العطريه يعني ديك العطريه اللي درت كافيه. صافي وغادي نرجعها تشحر هكا غير مع هاد العطريه والبصله. ها نتوما البنات راه ما كنزيد حتى حاجه، خليتها تتشحرت شويه على الصدر ديالها وقلبتها كذلك على الظهر باش تتشرب لي الدجاجه ديك العطريه وكذلك البصيله، وعاد غادي نمرق. صافي هنايا ها نتوما قلبت الدجاجه ديالي على الصدر، كنمرق دائما بالمطايب وكنخليها حتى كتطلع فيها الغليه. زدت واحد نص كاس ما عامرش يعني ناقص على نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت نباتيه وزيت الزيتون، ودرت شويه ديال السمن. صافي اختي وغنخلي الدجاج ديالي يكمل ان شاء الله طيابه. وهنا صافي دزت كنكمل الغديوه ديالنا، فبحال اللي قلت لكم دايره اختي كسكسو، حنا الجمعه ضروري عندنا الكسكسو، وهذا مكان غادي نوجد. مهم انا قاضيه هنا وهنا راني ناصبه البرمه ديالي كطيب وناصبه اختي الطنجره ديال الدجاج كطيب، وغدا مقاده اموري الحمد لله. هنا الدجاج ديالي طاب، حيدته من الطنجره، دهنته بشويه الزبده، زدت معاها شويه السمن وشويه ديال الهريسه. هنا الدجاجه عندي شويه كبيره البنات، راه تقريبا هاد الدجاجه عندي فيها علين جوج كيلو ونص، ما بغاتش تدخل لي صراحه في القلايه الكهربائيه، غادي نحمرها غير في الفران، حيت انا موالفه كنجيب دجاجه شويه ناقصه كنديرها في القلايه، ولكن هذه جاتني كبيره على القلايه. صافي غادي ندخلها للفران. رجعت معكم للطنجره من بعد ما حيت منها الدجاج، عاد لحت الكبده لحت العنيقات وهكا القنيصه قطعتهم بطبيعه الحال ومغسولين مزيان، وغادي نخلي المريقه ديالي حتى توقف. ها نتوما البنات هنا كنت درت العافيه مهيله، فضروري انكم كتمهلوا البوطه مزيان باش الضغميره ديالكم كتعلك وكتبقى واقفه في ديك الزويته ديالها وبلا ما كتحرق ليكم. واخر حاجه كنضيف كنزيد هكا زيتون خضر مقطع، اللي ما بغاش راه حتى كيحط وكيدير زيتون حمار ولا كل واحد شنو كيفضل، انا كيعجبني هكا الزيتون خضر مقطع في الضغميره صراحه كتجي زوينه بزاف. صافي يعني غير غتعاود هكا غير نشحرها شويه وغادي نطفي عليها. وها نتوما اختي هنايا، المهم يقبلوا على التصوير، شاده التليفون بيد وكنصور بيد كيبان لي التليفون كيتحرك. صافي شوفوا ما شاء الله الضغميره ديالنا كتجي واقفه في ديك الزويته معلكه، فكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا من طريقتي. وهنا اختي فاطمه الزهراء هذا هو جدي عليك، وكنتمنى اختي تانتي ان شاء الله يعجبك هاد الدجاج هذا بالضغميره، وراني كثرت الكبده فالله يحفظها ليا، واللي عندها شي صاحبتها غزاله تهلا فيها وما تخسرهاش البنات، حيت فعلا الصحبه الزوينه قلالت وبزاف. وصافي الزوينات ديالي، فالمهم حاولت نشارك معكم هكا الروتين ديال يوم الجمعه هكا. مهم ضروري كندورو بالدار، ضروري اختي نهار الجمعه كنبغيو نعطرو البيوت ديالنا، نشمو واحد الريحه زوينه، كتكون ديك الاجواء ديال الجمعه اللي كتكون عندها سبحان الله العظيم واحد الجو خاص بها. والمهم البنات بحال اللي شفتو شاركت معكم الطريقه ديالي ديال الدجاج بالطغميره، وبحال اللي وريتكم انا راه مطيبه الكسكسو للغدا. حنا نهار الجمعه ضروري عندي الكسكسو، يعني يا اختي الا ما درتش الكسكسو كنحس بشي حاجه ناقصه، وحتى وليداتي عرفتوا نهار الجمعه واخا ما عرف شنو نطيب لهم،
كيجيو من المدرسه كيبان لهم الجامع عامر كيقولوا لي ماما الكسكسو. والمهم فاطمه الزهراء صاحبتي عيطت لها وقلت لها درتي الغدا ولا مازال؟ قالت لي مازال. عيطت لها قبايله قلت لها انت ما ديريش الغدا، راني انا مطيبه الغدا بالدجاج حيت البارحه اختي مني هضرتي معايا على الدجاج بالطغميره فهيتيني فيه صافي وطيبته هكا في الدار. حيت الا قلت لها مطيبه على قبلك ما غتسكتش لا، وعلاش تعذبي راسك ولا ما ديريش ولا ما هاديش. وقلت اختي خليها هكاك تشوفي الفيديو. انا راه دايره الكسكسو وطيبت الدجاج على قبلها، حيت والله العظيم البنات داك الاوديو اللي صيفطات لي البارح عرفتو خرقاتني، وليت تنقول عندك فاطمه الزهراء تكون كتوحام ولا هذا وبغات الدجاج، كتقول لي بغيت الدجاج بالطغميره ديالك وتكون فيه الكبده كثيره وكتعطيني النعت. والله لدرجه انني الصراحه بكل صراحه وليت كنقول عندك تكون كتوحم يعني ما تعرفش شنو كاين، وانا اختي نحيد عليا التقليد وهذا ما كان. ايوا صافي الزوينات ديالي دابا وليداتي ان شاء الله غادي يوصلوا نتغداو وعاد غندي ليها هي ان شاء الله الغديوه ديالها، يعني يلاه غنجيها مع الوقت يلاه غيجيو حتى هي وليداتها من المدرسه، وملي غنقول لها راه طيبت الدجاج غير على قبلك غتحيح عليا. والمهم المسامح كريمه فاطمه الزهراء اختي هذه راهي كذبه بيضاء، حيت لا قلت لك غنطيب لك الدجاج بوحديتك ما غاديش تبغي، وانا اختي راك نويتيني هادشي اللي كاين. صافي الزوينات ديالي هانتوما معايا، باقي ان شاء الله الفيديو طويل، باقي الفيديو غيعجبكم، مشاو عند فاطمه الزهراء ونكملوا الفيديو. يلا هانتوما معايا هنايا صافي الكسكسو ديالنا طاب، دزت اختي باش نسقي هكا كسكسو انا وليداتي ونتغداو، واخا الصراحه كتجينا الوقت مدروكه بزاف مع المدرسه، يعني عندهم غير ديك السويعه مخطوفه كيجيو بالزربه خصنا نتغداو باش نرجعو معاوتاني مع الجوج للمدرسه، كتجي شويه قاصحه ولكن ما عندنا ما نديرو اختي، واخا الكسكسو كيبغي الوقت وكيبغي تجلسي تاكلي على خاطرك ما عندنا ما نديرو خصنا نصبرو معاهم مع هادشي اللي كاين. صافي ان شاء الله غادي نسقي دابا الكسكسو نجلسو نتغداو انا وليداتي باش نجمع عاوتاني الغدا ديال فاطمه الزهراء نديه نوصلو ليها وغنديكم معايا اختي. وهنايا دزت باش نجمع ان شاء الله الغديوه ديال صحيبتي اختي. عرفتوا البنات ما عرفتش علاش هاد الفيديو دوزتو كنضحك. كما فاطمه الزهراء غتقول لي كتشفي فيا كتضحكي عليا، عرفتي الله يدير لها تا ولد الخير. و المهم هي قالت لي راه ما كاين والو، ولكن انا ما نكتبش لكم بقى عقلي اختي مبرزط بحال اللي قلت لكم، بنادم يحيد عليه التقليد والله يدير لها اللي فيها الخير. هنا جا الدجاج ديالي ها هو البنات تحمر، دخلته بحال اللي قلت لكم الفران حمرته، غادي نجمعو هكا في الالومنيوم. الصراحه ما كانش عندي ورق الطبخ، كنت بغيت ندير ورق الطبخ حيت بزاف تيقول لك لا الالومنيوم ماشي صحي انك ديري فيه الماكله، ولكن ما عندنا ما نديرو اختي، بعض المرات غمضوا عينيكم وصافي ما عندنا ما نديرو. صافي جمعت هكا الدجاجه باش تبقى سخونه في الالومنيوم وغنديرها في هاد البواطه هادو. صراحه هاد البواطات كانوا كينفعوني هكا الا كنا خارجين وطيبت هكا الدجاجه كامله، وبقاو عندي منهم غير جويجات وحيده غندي فيها لفاطمه الزهراء، وبقى عندي وحده كنت كناخذو من عند واحد السيد هنا حدايا كان تيبيع هادشي الساعه، للاسف اختي سد ما بقاش، والدغميره خليتها حتى بردات راها بارده حيت طيبتها بكري. جمعتها حتى هي هكا في واحد طويصه هكا غير واحد السوبيره، غادي نلوي عليها السلوفان باش ما تهرقش لي. وهنا اختي فاطمه الزهراء ها الهريسه. عرفتوا راه فاطمه الزهراء البنات كتحماق على الهريسه، عندها الهريسه شي حاجه ضروريه مع الماكله. المهم قلت ندير لها هكا الهريسه لما تكونش عندها وتبغيها هكا مع الدغميره، غادي نغطي هكا بالسلوفان ونمشيو ان شاء الله. هنا ديالي فالمهم انا وصلت اختي عند فاطمه الزهراء، صونيت عليها دابا قلت لها هبطي عندي، قالت لك لا والو طلعي راه منير كيتسنى راجلك، مع جيت انا وراجلي. المهم غير لي الاشاره راه راجلي ومنير صاحبناهم ولاو صحاب من شحال هذه الحمد لله، يعني كيجلسوا مع بعضياتهم، وراجلي اول مره غيجي والله الا هو منير مسكين هابط عندنا، قالت لك لا والو غادي تطلعوا باش يشوف حسن الدار. يلا الزبينات ديالي غادي نطلع ان شاء الله عند فاطمه الزهراء ونكمل معاكم الفيديو. في الزوينات ديالي هنا وصلت. اهلا وسهلا ومرحبا سعادة تبات راسها لي ماما، لا درتي لافوت انا كتسحب ليا مطيبه الدجاج الغدا ليها وليا. لا اليوم الجمعه حنا الكسكس والله هي طيبه الدجاج على ودي والله. لا شكرا لك. لا عرفتوا البنات الطريقه والله كنت لقيت كنسمعكم داك الاوديو اللي صيفطات لي وليت تنقول
الله عندك فاطمه الزهراء تكون تتوحم وتشهات الدجاج وشي دابا كون قلت لها راني مطيبه الدجاج غير على قبلك وهذا قلت لها شوفي راني دايره الدجاج للغدا وراه غنجيب لك حقك ما بغيتش نقول ليها راه دايره على ودك شكرا لي خطك ليا والله خطك ليا الله يخليها صحبه ديما يا ربي صحتنا راه بلا حتى شي حاجه بدون مصالح حبا في الله راه شي حوايج ما كيتبارطاجاوش معاكم طبيعه الحال كنوقف عليها وكتوقف عليا الحمد لله خطيها عليا يا ربي لا لقيتو هاد القيطه صاحبه اللي زوينه وتعطيكم من قلبها شدوا فيها طبيعه الحال قليله قليل قليل نقيه في هذا الوقت والحمد لله الله يخليها ليا يا الله يخليك ليا تنشف داك الدجاج انا دايره بالي يلا اختي شكرا الزينات ديالي حتى انا هنايا غنختم معكم الفيديو بركه شاركت معكم الروتين ديال الصباح غنقول لكم بالسلام عليكم الزينات ديالي ونتلاقاو ان شاء الله كم شيتي لهذا المشروع هذا اللي هنا غيفتح هذا ايه. نضربوا فيه دويره انا حاسين دابا الفيديو دابا نقدر تصوري حتى البنات اللي بغاو يستافدوا دابا نمشي نضرب دويره ونشوف يلا الزينه ديالي خليتكم في امان الله نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد